الآمال، انطلقت الطموحات، انطلقت الشعارات الكبيرة الباحثة عن الناموس والانتصار، الباحثة عن الجائزة النقدية، الباحثة عن تسعيرة هجن الشحانية. هكذا هو شوطنا الرابع عشر، انطلق منذ لحظات لسن اللقاية ولفئة القعدان ومن المسافة، ألا وهي الأربعة كيلومترات التي تفصلنا عن ناموس هذا الشوط. نسير هناك إلى ركب المقدمة رسيم ناصر بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك يتقدم الأسماء، بينما المركز الثاني أتابع الانطلاق هنا من اللي ينطلق هنا على ثاني المراكز، هنا غزيلان على ثاني المراكز المنطلق، هناك الواصل، هناك مولع جابر بن متعب بن حمد المنخس ينطلق هنا مع مولع هنا على ثاني المراكز. المركز الثالث من قدم وانطلق بهذا الوصول الكبير، غزيلان عبد الله بن شفيع ينطلق في هذه اللحظات، عبد الله بن شفيع هنا غزيلان علي بن عبد الله بن محمد بن شفيع ينطلق هنا على ثاني المراكز. المركز الرابع وتابع الانطلاق والتواصل من ظبيان ناصر بن علي بن حمد البريص ينطلق على رابع المراكز، بينما نغلتنا هنا على خامس المراكز. التواصل هنا والتواجد من العدم لناصر بن سالم بن ناصر آل حفيظ، هكذا هو نداءنا الأول للخمسة الأسماء المنطلقة. ياهي من معركة في هذا الشوط، ياهي من شعارات كبيرة، نرحب بكل الضيوف القادمين من جميع البلدان، من جميع مجلس التعاون المتقدمين هنا والباحثين عن الناموس والانتصار. ومع شعارات أبناء القبائل ما زال بن دلموك يتقدم الأسماء، ما زال يتحرك هناك مع رسيم يرسم الإبداع في هذه اللحظات مع مقدمة الشوط. المركز الثاني هنا المنطلق والواصل مولع جابر بن متعب بن حمد المنخس، لكن وصل هنا غزيلان انطلق بهذا الأداء الفنان، يقدم لنا علي بن عبد الله بن يحيى بن شفيع أيضا المركز الرابع. وصل في هذه اللحظات، بدأت المعركة تشتد، وصل ظبيان ناصر بن علي آل بريس، هنا من ينطلق ظبيان، ينطلق هنا ظبيان اسم جديد ينضم في هذه اللحظات، ياهي من انطلاقه من غازي، هنا غازي أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي ينطلق في هذه اللحظات على ثالث المراكز. المركز الرابع شعار المنخس، المركز الخامس، المركز الثالث هنا ينطلق غزيلان في هذه اللحظات، وانا علي بن عبد الله بن يحيى هنا يقدم لنا غزيلان المركز الرابع. وصل هناك وانطلق على رابع المراكز مولع جابر بن متعب، بينما تدخل في هذه اللحظات الاستشاري عبد الله بن حمد بن جابر البريدي، يصل ايضا اسم جديد ينضم في هذه اللحظات. ياهو من شوط يا اخوان، ياهي من معركة، الباحثين عن تسعيرة جن الشحانية، الباحثين عن الجائزة النقدية ينطلقون في هذه اللحظات. الطائف احفيظ بن حمد بن عبد الله البعلص، بينما نتحول هناك الى من طار بالصدارة، الى من خطف الصدارة، الى من انطلق مع اول الاسماء. غازي ينطلق هنا، واحمد بن عبيد الكتبي ينطلق مع اول الاسماء بهذا الانطلاق الكبير، هذا العرض اللافت للأنظار. سلامي الكتبي على هذا التقدم، بينما وصل هنا وانطلق في هذه اللحظات. الله 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 يا هذا الوصول، وصل الطايف احفيظ بن حمد بن عبد الله البعلص، يصل هنا في هذه اللحظات هذا الشعار الكبير، اعرفه جيدا. بينما من وصل، ياهو من وصول، وصل في هذه اللحظات، وصل هنا جلمود احمد بن حمود الوهيبي، وصل هنا في هذه اللحظات. هذه الثلاثة الأسماء ياهي من معركة، معركة الأبطال. الوهيبي الله يسلم على اختطافك للمنطقة المستهدفة، الراقبين في هذه المنطقة هنا المنطقة المشارفة على منطقة الناموس، 700 متر الأخيرة، 700 متر النهائية بقيادة الوهيبي، بقيادة جلمود أحمد بن حمود الوهيبي، بينما وصل هنا في هذه اللحظات. الله
الله يا غازي، وصل غازي، انطلق في هذه اللحظات غازي. احمد بن عبيد الكتبي، بينما الوهيبي يا سلام يا سلام، 400 متر الاخيره يقلص المسافات نحو الناموس والانتصار. سلام سلام يا الوهيبي، سلام سلام على هذا الانطلاق الكبير، سلام السلطنة، سلام الوهيبي هنا يقدم لنا جلمود. السلامات السلامات إلى السلطنة، وصل السلامات هناك إلى سلطنة عمان. هنا الوهيبي يهدي السلام إلى سلطنة عمان، أحمد بن حمود بن محمد الوهيبي. شكرا على هذا الانطلاق، ناموس ولا أروع، هنا مع جلمود سلام، وتحية واحترام لمن قدم لنا جلمود، أحمد بن حمود الوهيبي، من حقق هذا الفوز والانتصار. والسلامات إلى سلطنة عمان هنا مع الوهيبي، بينما من حل على ذان المراكز، وصل على ذان المراكز الطايف حفيظ بن حمد بن عبد الله البعلص المركز الثالث، وصل على ثالث المراكز، كان الوصول من شاهين عبد الله بن عبد الهادي الغفراني المركز الرابع، وصل على رابع المراكز غازي أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي المركز الخامس، وصل على خامس المراكز راهي طالب بن فرج بن طالب المري. هكذا متابعينا الكرام شاهدنا وإياكم هذا الشوط، فكان الوهيبي حاضرا في الموعد ليقدم لنا جلمود أحمد بن حمود الوهيبي، قاطعا مسافة هذا الشوط في زمن وقدر 6 دقائق و19 ثانية و33 جزءا من الثانية، بينما من حل على ذان المراكز كان الوصول هنا من الطائف حفيظ بن حمد بن عبد الله البعلص المري، قاطعا مسافة هذا الشوط في زمن وقدر 6 دقائق 24 ثانية و11 جزءا من الثانية، بينما من حل على ثالث المراكز، وصل على ثالث المراكز، وصل على ثالث المراكز جلمود محمد بن راشد بن سعيد آل جحيش ثانينا على هذا الفوز والانتصار، قاطع عن مسافة هذا الشوط في زمن وقدره 6 دقائق 24، المركز الثالث قاطع عن مسافة هذا الشوط في زمن وقدره تانينا على هذا الفوز والانتصار.